هلو ايفري ون، ويلكم باك. رجعت تاني شويه بعد الفاصل عشان اتكلم عن موضوع القدم ذات الورانيه اللي هي بنسميها بالانجلش فيرنير كاليبر. طبعا احنا عندنا هنا شباب بيبقى انترنال جو واكسترنال جو. انترنال جو شباب يعني فكين داخليين، اكسترنال جو فكين خارجيين. يعني لو هنتكلم عن الموبايل وعايز اقيس بالفيرنير، فايديا بتمسك كده اهو، يبقى تي ايه كده فكين ايه خارجيين، صح؟ لو انا هقيس حاجه من جوه يبقى انا هعمل كده اهو، طبعا عن طريق ايه الفكين الداخليين انترنال جو. جو يعني فك. الفيرنير كاليبر يا شباب عباره عن تو سكيل، ولازم اتاكد في الاول ان المين سكيل اللي هو المسطره اللي في النص دي، ودي اسمها القدم ذات الورانيه اللي هي فيرنير، تمام؟ ان الزيرو اللي على بتاع الفيرنير بيساوي الزيرو بتاع المين سكيل، اوكي؟ كبدايه. بعد كده ابدا اقيس، هناخد قراءه معينه. فانا ببص لقيت يا شباب انا كنت بقيس الرقم، فلقيت ان هنا رقم 10، بس هنا انا ببص على مين اصلا؟ على الفيرنير الزيرو بتاعها فين؟ وابص على المين سكيل، المين سكيل اللي هو بتبقى مثلا هنا 10، وابدا اعد 10 اه 11 12 13 وكام وحته. الحته دي انا عايز اجيبها، يبقى انا عايز اقول تي 13، صح؟ زي ما انت شايف اها 1 هنا 10 11 12 13 13، يبقى نكتب 13 كده. وعايزين مقدار الحته الصغيره دي. مقدار الحته الصغيره دي يا شباب يعني هتتراوح بين ال 13 بين ال 13 وبين ال 14، تمام؟ فعايزين نشوف هتطلع بكام، تمام؟ فهبص على الشرطه ايه يا اولاد؟ اللي من تحت المنطبقه مع الشرطه بتاعت المين سكيل. مين الشرطه المنطبقه؟ هبص لها كويس. اللي بين الستة وسبعة اللي هي دي منطبقه، ايوه، على هنا وهنا، صح؟ يبقى هي دي القيمه اللي انا هاخدها. برافو، تمام. اللي هي كام يا شباب؟ 65. ان كل واحده هنا بواحد من عشرة، 2 من 10، 3 من 10، 5 من 10، 6 من 10، 5 من 10 كده، 6 من 10 بين 6 من 10 وبين 7 ايه من 10، يبقى 6 من 10 وال7 ايه من 10 في النص كام يا شباب بالظبط؟ 6 من 10 هنحط 5، صح ولا لا؟ عشان تبقى اكيوريت اهي يا شباب، 13.65 13.65 مم. دي كانت طريقه قرايه الفيرنير. طبعا في حاجات تاني شباب ممكن نشوفها، ممكن نحسب دي لانها كام يا شباب عند زيرو؟ 23، هاتي 20 21 22 23 وكام فاضل ايه؟ حته. الحته نجيبها كيف؟ عن طريق شرطه منطبقه بين مين ومين يا شباب؟ مين يقول؟ هي سبعه. السبعه؟ السبعه بالظبط اهي يا شباب، يبقى نكتبها هنا. اوكي؟ نشوف واحده تاني برضو. في كام يا شباب؟ هاتي الصفر السكيل. هبص الاقي قبل 50 يبقى 49، قبل 49 48، يبقى تي 48 وكام؟ حته. عايزين نجيب ايه؟ قيمه الحته الصغير، يبقى نكتب 48 اهي كده، قبل 48. وبعد كده نشوف الشرطه المنطبقه، يلا بسرعه. بين 5 و6. بين 5 و6؟ ايوه تمام، برافو، تي منطبقه، يبقى تي كام يا شباب؟ هنا 50، يعني بوينت 5 او بوينت 15، يبقى هنا 55 ولا لا؟ اوكي، ونشوفكم شباب بعد الفاصل، تابعونا. ثانك يو فور واتشينج سيس، كنتم مع مستر وجيه المصري، تابعونا.